المركز الثالث ظبيان لهجن الشحانية للمضمر محمد بن خالد العطية من دولة قطر الشقيقة. أنت المقفون إلى زملاء المعلقين إلى الميدان. نرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب من هنا من أرضية ميدان الشهيد فهد الأحمد الصباح في بطولة الكويت 16 التي تنطلق في هذا اليوم في ختام أيامها هذا اليوم الخميس الموافق 18 من فبراير لعام 2016 مع انطلاقات أشواط أصحاب السمو الشيوخ والسعادة مع انطلاقات الكبار وتحديات الزمول والحيل. نتابع هذه الانطلاقة ونسير مع البداية مع الصدارة وأول المراكز هنا وتابع سحابة مع البداية والصدارة لهجن الشحانية ويتابعها محمد بن خالد العطية وثاني المراكز وصول من الطيارة على ثاني المراكز لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فران المري في المتابعة وثالث الأسماء. مشاهدينا متابعينا الكرام وصول وانطلاق من النصيبة مع ثالث المراكز لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي ولكن من الجانب الآخر أتابع العنود هنا قادمة في هذه اللحظات لبشعر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سعيد بن راشد بن غدير وخامس الأسماء وأختتي من نداء متابعينا الكرام مع مزون لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبيد بن حمد بن بريك هنا في المتابعة أيضا بالشينان يتابع مزون مع خامس المراكز. هكذا النداء مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى المنطلقة معنا في هذا الشوط في منافسات الكبار في تحديات الثمانية كيلومترات عبر أيضا القنوات الناقلة لهذه البطولة ولهذا المهرجان قناة الرياض قناة الكويت الرياضية ودبي ريسنج أيضا تتابع مجريات وأحداث هذه البطولة. مشاهدينا متابعينا الكرام أعود إلى البداية أعود إلى الصدارة إلى مقدمة الشوط لأتابع البداية لأتابع الانطلاق. وصلت العنود وصلت العنود غيرت على مقدمة الشوط لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المحنك سعيد بن راشد بن غدير يتابع العنود هنا مع البداية والصدارة وثاني المراكز ثاني الأسماء. الطيارة هنا قادمة بشعار هجن الشحانية والمتابعة لدى الشبل جابر بن سالم بن فاران المري من يتابع الطيارة هنا مع ثاني المراكز والثالث الأسماء. هنا وصول من منصورة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن مراشد هنا يتابع منصورة مع ثالث المراكز ثلاثة أسماء ثلاثة شعارات أيضا منطلقة بالبداية والصدارة ولكن نصيبة 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 قادمة مع رابع المراكز لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي هنا يقدم النصيبة مع رابع المراكز وخامس الأسماء. وصول وانطلاق من مزون لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبيد بن حمد بن شينان هنا يتابع مزون مع خامس المراكز. هكذا النداء متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى المنطلقة معنا في هذا الشوط في هذه المنافسة ودائرة النداء أتابع من خلالها منافسات شعارات أصحاب السمو والسعادة في هذه البطولة في يوم الختام في منافسات الكبار في يوم الذهب ما سوف نشهد بإذن الله تعالى في هذا المساء من انطلاقات أقوى أشواط هذه البطولة وهذا المهرجان. مشاهدينا الكرام بتواجد هذه الشعارات القوية وأيضا هذه الإمبراطوريات
في رياضتنا العربية الأصيلة. نتابع ونسير مع هذه الانطلاقة، أتابع البداية، أتابع الصدارة، أعود مع منصورة، منصورة هناك مع مقدمة الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب الله يا بن مروشد، هنا من يقدمها ويتابعها في هذا الانطلاق محمد بن سعيد بن مروشد، هنا يتابع منصورة على البداية وعلى الصدارة، ولكن العنود عاندت العنود، العنود تعود تعود هناك مع مقدمة الشوط بإشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب سعيد بن راشد بن غدير، هنا في المتابعة في الانطلاق مع العنود وثالث الأسماء وصلت أيضا وانطلقت مشاهدين الكرام الطيارة الطيارة بإشعار هجن الشحانية، هنا من تنطلق وتقدم لنا هذه الأسماء القوية الشعار لدعم، هنا يتواصل بالعطاء بالانطلاق يقدم أيضا لنا الطيارة، هنا أيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران هنا مع ثالث المراكز ثلاثة أسماء، أتابع النداء أتابع القدوم هناك رابع المراكز النصيبة هناك مع رابع المراكز لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الله يا بالصايغ، هنا أيضا قادم أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، ولكن نتابع الوصول والتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام، وصلت في هذه اللحظات سحابة لهجن الشحانية، وصل المشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا سحابة مع خامس المراكز في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق القوي متابعينا الكرام، بدأنا بالاقتراب وانتصاف المسافة ولكن العودة دائما مع البداية مع المسار الأول مع منافسات الصدارة منافسات البداية، هناك العنود العنود هناك تعود العنود مع مقدمة الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المحنك سعيد بن راشد بن غدير يتابعها مع البداية مع الصدارة، ولكن أتابع منصورة منصورة هنا مع ثاني المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن مروشد يتابع منصورة هنا مع ثاني المراكز والثالث الأسماء، أتابع أيضا الانطلاق والتحدي من الطيارة لهجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران هناك يتابع الطيارة مع ثالث المراكز رابع الأسماء، وصول أيضا أسماء هناك وصول أسماء وصول أيضا في هذه اللحظات وصلت النصيبة مع رابع المراكز لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يتابع يتابع النصيبة، هذا الاسم أيضا التراثي العريق أيضا يقدم بالصايغ هنا مع رابع المراكز بشعار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان خامس الأسماء، وصلت وانطلقت في هذه اللحظات وصلت سحابة لهجنة الشحانية يتابعها المشاغب محمد بن خالد العطية مع خامس المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام، لكن أسماء قادمة أسماء قادمة في هذه اللحظات ما خلف دائرة النداء أتابعها بالعين المجردة، هنا بدأت بالظهور بدأت بالاقتراب في هذه اللحظات ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، هناك البداية هناك الصرا هنا اتضحت الرؤية من خلال أيضا مشاهدة هناك أيضا مشاهدة أيضا الثلاثة كيلومترات وأيضا ما تبقى عن النهاية، الله يا مبنى الاتحاد هناك بدأ أيضا بالظهور شامخا أيضا في ميدان الشهيد، الله 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 أعود إلى مقدمة الشوط أعود إلى البداية أعود مع العنود، العنود هناك على مقدمة الشوط العنود بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب الله يا المحنك المحنك سعيد بن راشد بن غدير هنا يتابعها في هذا الانطلاق، العنود على مقدمة الشوط بدأت بالمغادرة بدأت أيضا بالسلام من خلال هذا الانطلاق، ولكن ركز وتابع منصور هناك مع ثاني المراكز لسمو الشيخ
حمدان بن راشد آل مكتوم محمد بن سعيد بن مرشد من يتابعها ايضا. هنا مع ثاني المراكز وصلت النصيبة المقدمة مع ثالث المراكز لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان احمد بن خلفان بصايغ المزروعي يتابعها، ولكن شوف القادمة وصلت سحابة لهجن السحانية، وصل المشاغب محمد بن خالد العطية يقدم سحابة مع رابع المراكز، ولكن يتابع الوصول والقدوم وصلت مزون الله الله لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم، وصل مضمر القرن هنا يقدم مزون هذا الاسم الذي دن ما يتواجد هنا مع بن شريم، وايضا شعاري سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. وصلت الاسماء، بدانا بالانطلاق الله هنا مقدمة منصور الصدى محمد بن سعود السعادة هنا مدخل لهجن الشحاب الله يرحم يا ابو خالد يتابع ايضا علي مع مضبوط انطلق السحابه سحابه الخير هنا ايضا اهطلت على ميدان الشهيد وانطلقت في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام سحابه لهجن الشنيه تذهب بناموس هذا الشوط مع المشاغب محمد بن خالد العطيه هنا مع اللحظات الاخيره سلام الدعاء سلام الشحانيه سلام سحابه على هذا الاداء تهاني والناموس لهجن الشحانيه والتهم محمد العطيه مع وصول سحابه الى خط النهايه. ثاني المراكز كان الوصول من منصوره وصلت مع ثاني المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وثالث المراكز مشاهدينا الكرام مزون لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، رابع المراكز كان الوصول من العنود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وخامس المراكز مشاهدينا الكرام نحيلها الى لجنة الخط والتحكيم تهانينا وناموس لهجن الشحانية على فوز سحابة وايضا انتصارها في هذا الشوط. الثانيه للمشاغب محمد بن خالد العطيه تهانينا والناموس للجميع.